احب اعضاء جميع عمال النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. خلينا في الاول طبعا نتفق ان النادي الاهلي دايما سباق. النادي الاهلي اول من نادى بلائحه النظام الاساسي، اول من نادى بعدم التدخل الحكومي، اول من نادى باتباع الميثاق الاولمبي، وده بدايه من 2006. يمكن كانت اول لائحه على مستوى الانديه كانت طرحت 2014 في عهد مجلس كابتن حسن حمدي، اللي هي ولم يتم اعتمادها من الجهه الاداريه في هذا التوقيت. اللائحه الثانيه طرحت 2017 المجلس السابق، ونفس القصه برضو لم يتم اعتمادها من الجهه الاداريه. كان من ضمن البرنامج الانتخابي لمجلس الاداره برئاسه كابتن محمود الخطيب اللي لازم يكون هناك لائحه نظام اساسي معتمده تقدم لاعضاء النادي الاهلي او عائله النادي الاهلي خلال سنه، وده بالفعل طبعا في خلال الفتره اللي فاتت يمكن في 102 بند او 102 وعد انتخابي تم طرحهم في برنامج عائله النادي الاهلي، ورئيس النادي ومجلس الاداره حاملين على عاتقهم اللي هو ينفذ البرنامج الانتخابي بالكامل. طيب من ضمن البرنامج الانتخابي هذه اللائحه، لائحه النظام الاساسي او عايزين نقول دستور النادي الاهلي، من اول يوم تم تكليف لجنه برئاسه المستشار محمود فهمي، وطبعا احنا له كل الشكر وكل التقدير على ما بذل من اللجنه وما قدمته من اللجنه للوصول لهذا المشروع، مشروع لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي. وما بنقولش اللائحه النهائيه، احنا بنقول مشروع اللائحه، مجهود طبعا يشكر عليه. هذا المشروع تم طرحه للمناقشه، احنا النهارده ابتدينا ناخد خطوات جديه فعلا. الحمد لله احنا سعداء جدا جدا بتفاعل اعضاء الجمعيه العموميه معانا اللي هم فعلا بيقرروا مصيرهم. وانت لو هتشوف الشعار بتاع النهارده لائحه النظام الاساسي، اعضاء الاهلي يقررون مصيرهم او يقررون مستقبلهم. زي ما انت شايف احنا اتبعنا خطوات معينه، ابتدينا في فترة العيد لأن كان فترة أجازة، ابتدينا في فترة العيد بميل تم وضعه على المواقع الرسمية، وهو ميل شارك أعلنا عنه سواء في الموقع الرسمي للنادي الأهلي أو في الثلاث فروع عن طريق لوحة الإعلانات. الحمد لله رب العالمين. اللي ساعدنا أكثر اللي في خلال أجازة العيد فوجئنا بمشاركة فعلا فعالة، يمكن وصلنا أكثر من 102 اقتراح في هذه الفترة. 102 اقتراح على الفور كانت اللجنة المركزية برئاسة الكابتن محمود الخطيب دي منعقدة بصفة مستمرة. طرحنا ال 102 اقتراح، ال 102 اقتراح اصبح فيهم 75% متفقين على بنود مواد معينه على الفور، تم طرحها على اللجنه المركزيه اللي حولت لجنه قانونيه. راينا في ايه؟ فالناس لسه لغايه دلوقتي مش مستوعبه اللي احنا فعلا عايزين المشاركه الحقيقيه، وفعلا احنا بنحترم كل الاراء لان احنا عايزين لائحه تليق بالنادي الاهلي، بتحدد فيها كل قيم ومبادئ النادي الاهلي، بيشارك فيها كل عائله النادي الاهلي بمفهومها وبمصطلح لفظ العائله او مصطلح كلمه عائله. فعلا احنا عايزين كل الاعضاء تشارك، كل الاعضاء على مستوى النادي الاهلي بفروعه الثلاثه، عشان خاطر برضه لازم الناس، النادي الاهلي النهارده هو المظله الكبيره، هو الاسم الكبير اللي احنا كلنا موجودين داخله، وكلنا بنفتخر وبنتشرف اللي احنا ننتمي للنادي الاهلي. ويمكن النهارده اكتر احنا بيزيدنا شرف اللي احنا بنشتغل في النادي الاهلي، وبيزيدنا شرف اللي احنا بنخدم اعضاء الجمعيه العموميه وبنخدم جماهير النادي الاهلي. فهذه هذا المشروع او مشروع لائحه النظام الاساسي حطينا له تصور معين للمشاركه، وقدامنا لغايه وقتنا هذا لغايه يوم 9/9 اللي كل اعضاء الجمعيه العموميه من حقهم يدلوا بمقترحاتهم ويوصلوا مقترحاتهم اللي احنا على الفور بنبدا نترجمها على طول. في مقترحات بننفذها لانها هي مطابقه للقانون ومطابقه للميثاق الاولمبي ومطابقه في نفس الوقت لمبادئ النادي الاهلي، فعلى الفور اللجنه المركزيه بتحولها او بتدي توصيه للجنه القانونيه اللي هي لو وافقت عليها او شافت اللي هي فعلا في ممكن نعيد صياغه، ممكن نضيف كلمه، ممكن نزود بند، يعني زي ما انت شفت النهارده كان في لغط كتير جدا اللي ما فيش لجنه تظلمات على الفور، ودي حقيقه لان الكمال لله سبحانه وتعالى وحده، المشرع اداك الفرصه النهارده اللي انت تشارك، عشان كده قلناها مشروع. النهارده اول لما نزل حطينا على طول على الفور اخذنا قرار بوجود لجنه تظلمات اضفناها على الفور، حددنا لائحه الجزاءات او لائحه العقوبات عشان ما تبقاش برضو مسموحه او مفتوحه لمجلس الاداره. انت بتعمل حاجه النهارده تدير النادي الاهلي سنوات، احنا النهارده موجودين بكره احنا مش موجودين، ودي سنه الحياه. كان قبلينا ناس موجوده افاضل ومحترمين وهم اللي علمونا وهم اللي ربونا، وبعدين هيجي ناس برضو افاضل واخوه هيستمروا وهيكملوا وهيضيفوا احسن مننا اكيد ان شاء الله. فعشان كده احنا اول خطوه اخذناها الميل اللي هو شارك. النهارده الخطوه الثانيه اللي احنا عملناها اللي احنا فيه وجود ثلاث منافذ للاعضاء الجمعيه العموميه في الثلاث فروع
عشان خاطر الاعضاء يتفاعلوا يبداوا يتفاعلوا مع اللائحه. بالفعل احنا برضو الحمد لله رب العالمين، انا بقول لك اعضاء النادي الاهلي دايما لازم بيفاجئوك الحمد لله بالحاجه اللي انت مش متوقعها. يعني احنا كنا عاملين حسابنا اللي ممكن هيبقى فيه اقبال، بس بالزياده دي الحمد لله احنا يعني حاجه جميله جدا، وانا بشكرهم على تفاعلهم. احنا امبارح بيدوني التقرير في اخر اليوم، يمكن اول يوم حطينا فيه امبارح التقرير اخر اليوم، فيه 400 اقتراح من اعضاء اهل الجزيره، فيه 400 اقتراح، فيه 600 اقتراح من اعضاء اهل مدينه النصر، الشيخ زايد دخلنا وصلنا ل 150 اقتراح او 200 اقتراح. فانت النهارده فوجئنا بتفاعلات كتير جدا جدا. النهارده احنا كلفنا اداره المتابعه عندنا اللي هي بتعمل حصر للاقتراحات، لان خلي بالك احنا كلنا بنتفق يمكن اغلبيتنا على اقتراح او اثنين او ثلاثه. اللائحه بتضم 129 بند، ال 129 بند لكل الكلام في حوالي 10 او 8 بنود، الثمان بنود منهم الشق الاكبر وهو الشق الخاص بالعضويات. الشق الخاص بالعضويات احنا عاملينه ومتابعينه وشايفينه كويس جدا. يمكن في لجنه صياغه ان شاء الله برضه هتبقى برئاسه المستشار محمود فهمي، هيبقى فيها من عظماء القانون اللي موجودين سياده المستشار اسامه قنديل، سياده الوزير مجدي العجاتي، وقامات اخرى. دي هتبدا على الفور اللي هي بتصيغ اللائحه بقى بالشكل النهائي بتاعها، اللي احنا بعد يوم 9/9 هيبقى في لجنه صياغه، هيبقى في لجنه خبراء بتجمع كل الكلام دوت وبتشوف ايه اللي النهارده الشكل العام او الدستور النهائي للنادي الاهلي اللي هو هيطرح بقى عشان اعضاء النادي الاهلي تدلي باصواتها عليه. دي حاجه. الحاجه المهمه اللي احنا بنتمناها طبعا، اتمنى المشاركه الفعاله سواء بالايجاب او بالرفض، وافق او من غير موافق، بس شارك وانزل ويبقى موجود معانا ان شاء الله باذن الله يوم الجمعه 28/9. هيبقى يوم احتفاليه جميله جدا، هيبقى يوم عرس للنادي الاهلي اللي هو بيحدد لائحته اللي بيسعى فيها من 2006. مش معقول النادي الاهلي النهارده دايما سباق، واول واحد كان بينادي من 2006 بهذا الكلام. ويمكن ساعتها كانت الناس بتهاجم النادي الاهلي لغايه اما الناس اصبحت قال لك لا ده النادي الاهلي على حق، بس متاخر جدا. النهارده طب ما قانون الرياضه اتعمل وبقى في قانون للرياضه مستقل، وفي النهارده بقى في اللجنه الاولمبيه هي المظله الاساسيه للرياضه، وفي النهارده جمعيه عموميه بتحدد مصيرها. مش مقول النادي الاهلي النهارده الجمعيه العموميه بتاعته لم تكتمل، لا، انا النهارده احنا بنراهن الجمعيه العموميه بتاعته هتكتمل وهتبقى هي هتبقى في الصداره، وخصوصا احنا عارفين اعداد قبل كده في نادي هليوبوليس ونادي الجزيره. فالنادي الاهلي دايما بيبقى هو الرائد في القصه بتاعته في الشكل العام اللي ان شاء الله باذن الله. وبنراهن زي ما بنراهن على جماهيرنا، بنراهن على اعضاء الجمعيه العموميه بتاعتنا اللي هو بقى متواجدين. فانت النهارده اللي انت شفت النهارده بره في النادي في مشاركه على مستوى 3 فروع، احنا منتظرين اقتراحات اكتر. بكره يمكن في اجتماع لجنه مركزيه ان شاء الله باذن الله برئاسه الكابتن محمود الخطيب عشان ندرس مجموعه الاقتراحات. احنا خلصنا درسنا اقتراحات على طول، اللي بيخلص بندرسه بنعرضه على اللجنه القانونيه، اللجنه القانونيه اللي عدلت الصياغه او شافت لا هو ده يفضل زي ما هو، بنعرض على مجلس الاداره اللي هو هيبقى يوم الاثنين ان شاء الله عشان خاطر نعتمد. هي خطوات ومراحل عشان خاطر تبقى الناس عارفه متاكده اللي هناك شفافيه وليس هناك اغراض خاصه، احنا بنخدم لمصلحه النادي الاهلي فقط لا غير. طبعا يوم 28 ده هيبقى ليه ترتيبات ثانيه. انا بس قبل ما اروح للنقطه دي انا عايز اقول لك برضو الشباب اللي واقفين على المنافذ اللي انتم شايفينها اللي بتقول شارك، هؤلاء الشباب دول شباب النادي الاهلي اللي هم فعلا فخر لينا وفخر للنادي الاهلي، اللي انت مع عمرهم ما بيتاخروا عليك وبيشاركوا معاك تنظيم بطولات، بيشاركوا التحركات، بيشاركوا. هو ده برضو عشان بس تبقوا عارفين من ضمن البرنامج الانتخابي اعداد الكوادر الشبابيه اللي هتدير النادي واللي هتستلم مكاننا الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله، هم دول مستقبل النادي الاهلي. فدي برضو انا عايز قبل ما اخش اليوم 28، طبعا يوم 28 ليه ترتيبات مختلفه تماما، واللجنه المركزيه برئاسه الكابتن خطيب يعني عايز اقول لحضرتك اللي هم حاملين على عاتقنا احنا مسؤوليه ازاي هذا اليوم يبقى كافه اعضاء الجمعيه العموميه متوفر ليهم سبل الرحم وخاصه كبار السن. طبعا الهاجس اللي احنا شفناه في الجمعيه العموميه الاخيره عشان خاطر الانتخابات والاقبال اللي كان بزياده واللي حصل كان في تدافع وفي فاحنا هنتلافى ان شاء الله باذن الله كل الكلام دوت. فاحنا عندنا ان شاء الله اجتماع بكره بنختار بين مكانين ايهما افضل ان شاء الله هنقرره، هنبدا نعمل الشكل العام او الخريطه العامه لعضو النادي الاهلي، هنعلنها في الموقع الرسمي للنادي وهنعلنها في قناه النادي الاهلي، بحيث النهارده العضو هينزل ازاي هيتحرك من بيته، هيتوفر فيه وسائل مواصلات هتبقى من اهل مدينه نصر، وسائل مواصلات من اهل الجزيره. هنشوف الخطوه اللي جايه ان شاء الله لو احتاجنا او الاعضاء احتاجت وسائل مواصلات اللي هو يجي من البيت عشان خاطر يدي بصوته ويرجع تاني، ده هيحصل ان شاء الله باذن الله. احنا هنوفر كافه سبل الراحه للعضو اللي هو يدلي بصوته موافق او غير موافق.
احنا ما بنقولش موافق فقط، احنا بنقول موافق او غير موافق، انزل شارك في جمعية العمومية بتاعت النادي الاهلي اللي بتحدد فيها لائحة النظام الاساسي الفترة اللي جاية. الخطة بالكامل اول ما تعتمد من اللجنة المركزية ان شاء الله هتعلن، اول حد هيعلن عنده موقع رسمي النادي الاهلي وقناة النادي الاهلي، عشان خاطر يبقى الناس مستوعبة كويس قوي او اعضاء جمعية العمومية مستوعبة كويس قوي اللي انت بتوفر سبل الراحة ليك. وهرجع اقول تاني، انا لسه كنت حتى كنت بتكلم مع الساده الافاضل اللي كانوا موجودين عندي في المكتب، انت على مستوى النادي ما بتفرقش بين الفروع، ما بتفرقش بتقول اصل النادي الاهلي ده المقر الرئيسي واصل مدينه نصر مش او الشيخ، لا انت على مستوى النادي الاهلي حامل على طاقتك اللي كل حاجه بتتعمل بتتعمل لكل الاعضاء اللي هو النادي الاهلي، احنا كلنا تحت برضه. هرجع اقول تاني مظله النادي الاهلي، هرجع اقول تاني عشان الناس ليه 9-9 برضه. طيب احنا كل خطوه بنعملها دي خطوه ملتزمين بيها بالقانون، النادي الاهلي بيلتزم بالقوانين وبيلتزم باللوائح. النهارده عشان تعلن عن جمعيه عموميه غير عاديه لها اجراءات، مجموعه اجراءات، هذه الاجراءات تتمثل نمره 1 في قرار مجلس اداره بتحديد الميعاد، نمره 2 اعلانها في جريده رسميه واختار اللجنه الاولمبيه بميعاد الجمعيه العموميه الغير عاديه. طيب نمره 3، وهذه الاعلانات يجب ان تكون من 45 يوم ل 30 يوم. احنا التزمنا بهذا الوقت واعلنا يوم 24/8 في الجريده الرسميه الجمعه 24/8 اخترنا اللجنه الاولمبيه المصريه بميعاد الجمعيه العموميه العاديه الغير عاديه لاعتماد اللائحه يوم 25/8. النهارده عندنا لغايه يوم 9/9 استقبال اقتراحات، لان بدايه من يوم 9/9 حتى يوم 13/9 هتبدا لجنه الصياغه تصيغ الشكل النهائي لهذه اللائحه. بعديها هيبدا من 13/9 ان شاء الله باذن الله هناك لجنه تسمى لجنه الخبراء لمراجعه هذه اللائحه بالكامل، ثم هذه اللائحه لازم تدخل للطباعه عشان مطلوب مننا كاداره تنفيذيه تسليم هذه اللائحه في ايد اعضاء الجمعيه العموميه وتتم عرضها في الموقع الرسمي ويتم عرضها في انحاء الرجاء النادي الثلاث فروع بالكامل يوم 20/9 قبل انعقاد الجمعيه بثمان ايام. فكلها عشان كده مواعيد مرتبطه بالاجراءات القانونيه ومواعيد مرتبطه باللوائح المنظمه في هذا الشان. عشان خاطر تقول لي احساسك ايه انت بتشارك من اهم، لا قول لي انت احساسك ايه اللي انت مدير النادي الاهلي، احساسك ايه اللي انت ابن النادي ومتربي فيه والناس دي كلها من وانت صغير هي اللي مربياك. ده يعني انا شرف لاي حد يبقى موجود فيه، وشرف اكتر اللي انت بتشارك في احداث. يمكن بقول للناس انا واحد من الناس كنت محظوظ ان انا شاركت في احداث كتير فعلا كانت لها علاقه بتاريخ النادي الاهلي، وانا بفتخر بهذا الكلام. يمكن بيبقى في حمل على عاتقنا وضغط شغل جامد، لكن بنفتخر ان احنا فعلا بنشارك في احداث وبنشارك في قرارات هامه مصريه من وانا صغير. وده كان اول شرف كان يعني او ثقه كان كابتن حسن حمدي اداها لي، او يعني وانا كنت اتمنى ان انا كنت هذه الثقه. ونفس القصه برضو النهارده دي ثقه اعطاها لي مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن هو الخطيب، وده شرف ليا برضو وشرف لاي حد شايف النادي الاهلي اللي هو بيخدم النادي الاهلي. فطبعا النهارده ما تشارك كمان بقى في لائحه للنادي الاهلي، ممكن بقى اولادك ان شاء الله هم اللي يحكوا عليها والكلام ده كله، فربنا يكرم ان شاء الله للجميع. عشان كده بقول اعضاء جمعيه عموميه كلكم شاركوا ان شاء الله لو بحرف. عايز اشيل من دماغ الناس اصل مفيش حاجه تتغير. انا قابلت يمكن ناس كبار السن اول امبارح في حمام السباحه بيمارسوا الرياضه الساعه 7 الصبح، فبكلم الناس قال لك لا يا عم انتوا عملتوا اللائحه مفيش حاجه تتغير. اما دخلنا في نقاش لقيت في ايجابيه، قال لك احنا هنعمل الاقتراحات بكامله وهنجيبها لك. انا ما بقولكش النهارده تعالى غير، انا بقول لك النهارده شارك لو بحرف، النهارده قول رايك. لو انت شاركت النهارده هتعيش بعد كده كل فتره هتلاقي اللائحه دي بتنفذ او بتساهم في اعلاء شان النادي الاهلي، هتبقى انت فخور ان انت شاركت فيها. فعشان كده ما تحرموش نفسكم المشاركه، لا شارك وقول رايك وتحرك في جميع افرع النادي في اي مكان صوتك بيوصل لنا، واحنا الحمد لله رب العالمين بنترجمه لان احنا كلنا ابناء النادي الاهلي.